السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأريكم طريقة إصلاح عطب شائع في مصففات الشعر، وهو خطأ في أحد الأسلاك الكهربائية. هذا العطل شائع جدا، أغلب المصففات يكون فيها هذا العطل. أولا سنقوم بوضع فتحة صغيرة هنا بواسطة سكين، وننتبه كي لا نؤذي أنفسنا. هذه الطريقة هي الأفضل، لأن هناك من ينزح هذا الطرف كله ويدخل الكابل داخل، يلحمه داخل، وهذه الطريقة ليست جيدة. هكذا سنحافظ على جمالية المصفف، وكأننا نقوم بعملية جراحية، يعني لن يظهر أي شيء. سنقوم بإخراج الأسلاك نقطع هذا الطرف نقوم بقطعه سنقوم بقطع السلكين، ويجب أن يكون الواحد أطول من الآخر، يجب مراعاة هذا. كما ترون واحد أطول من الآخر. بعد ذلك نضع قليلا من اللحام على الطرفين لكي يسهل علينا طريقة عملية لحم الأسلاك ببعضها. هكذا وضعنا قليلا من اللحام، وسنمر إلى كابل التيار وسنقوم بنفس العملية. لكن هذه المرة سيكون عكس ما فعلناه في الجهة الأخرى. أحد الطرفين سيكون، إذا كان مثلا الأزرق في الطرف الآخر أطول، في هذا الطرف يجب أن يكون أقصر. هكذا سنتجنب أي مشكل شورت تماس. ضروري جدا كما ترون واحد أطول من الآخر، لكن عكس الطرف الآخر في المصفف. نضع شيئا من اللحام
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على اشتراك. هنا نضع هذا العازل أو لصاق، إن لم يكن عندنا هذا العازل نضع لصاق. اللصاق بطبيعة إن لم يكن عندنا العازل اللصاق حتى ننتهي من لحم الأسلاك. لكن إذا استعملنا العازل يجب بطبيعة الحال إدخاله قبل اللحم الأسلاك. سندخل العازل مكان اللحام كي لا يظهر اللحام. ونقوم بحرقه لنثبته. يباع في السوق هذا درهم للمتر، متر واحد بدرهم. نضع في السلك الآخر، هذا سيقوم بحمايتنا من أي شرط حتى لا يقع تماس بين السلكين. نقوم بلحم السلك كما ترون. قمنا بعزل السلكين عن بعضهما بواسطة هذا العازل. الآن سندخل الأسلاك بالداخل. كما ترون. ثم نضع قليلا من الغراء السريع لاكول غابيت، هذه او اي نوع اخر. وضع قليلا منها ثم نضغط وننتبه كي لا تلمس أصابعنا الغراء، إنه سريع الالتصاق. نضغط، سنستعين بهذا الملقط. نضغط جيدا حتى يلتصق. ولن تظهر الفتحة.
أنا أفضل هذه الطريقة حفاظا على جمالية كابل التيار، كابل الكهرباء ومصفف الشعر، أفضل طريقة. اضغط جيدا هنا كي يلتصق. الآن سنقوم بالقياس إن كان هناك شرط، هذه العملية ضرورية كي لا نقع في مشكل. نقيس الطرفين، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.